مساء الخير، اهلا بيكم من مركز جراحات ومناظير الانف والاذن والحنجره بفروعه في القاهره الكبرى، ومجموعه حلقات بتتناول موضوع مهم جدا، مزعج جدا وحساس جدا، هو موضوع حساسيه الانف. هنتكلم في مجموعه من الحلقات المتتاليه عن موضوع حساسيه الانف، من اول يعني ايه حساسيه لغايه انا خفيت وما عادش عندي حساسيه. اول حاجه يعني ايه حساسيه في الانف؟ بتعريف بسيط بعيد عن التعقيدات العلميه، حساسيه الانف تعني اني انا بتعرض لحاجه كل الناس بيتعرضوا لها، بس انا مناخيري بتتفاعل مع الحاجه الطبيعيه دي بطريقه غير طبيعيه. يعني ايه؟ يعني انا وزميلي نزلنا في يوم كان في عاصفه ترابيه، رجعت انا مناخيري مسدوده وبترشح وهو ما عندوش حاجه. دخلت انا وزميلي في بيت فيه قطط او كلاب، لعبنا معاهم، رجعنا البيت هو ما عندوش حاجه وانا مناخيري مسدوده وبترشح وبعطس ومسطع وتفر. دخلت انا وزميلي بيت مقفول بقاله 3-4 أشهر، فتحنا الباب، دخلت انا في نوبات من العطاس الشديد وهو ولا حاجه. هو ده تعريف الحساسيه، التفاعل الغير الطبيعي لمؤثر طبيعي. وشكرا جزيلا.